مكملين مع الفريق الاول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، واللي زي ما بقول لحضراتكم هيسافر يوم السبت ان شاء الله للامارات للدخول في معسكر مغلق هناك، واللي هيخوض خلاله بطولتين وديتين ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد. البطولتين اللي هيشارك فيهم الزمالك هم بطولة العين، وهتكون خلال الفترة من 14 ولحد 25 اغسطس الحالي. هيشارك فيها فرق العين الإماراتي وغاز الجنوب العراقي والعربي الكويتي والأهلي السعودي والجيل الصاعد الجزائري والوصل الإماراتي ومنتخب السعودية الأول. أما البطولة الثانية فهي بطولة بنياس، واللي هتتلعب في الفترة من 25 ولحد 31 أغسطس الجاري، وهيشارك فيها فرق بنياس الإماراتي والنصر البحريني والأهلي السعودي والجزيرة الإماراتي. البطولتين بيشارك فيهم زي ما شفنا فرق كبيرة وخلاص دورياتها هتبدأ، فبالتأكيد هي أكتر جاهزية من الزمالك. وكمان المنتخب السعودي الأول هيكون بكامل صفوفه في الوقت اللي بيغيب عن الزمالك 7 لاعبين من القوام الأساسي واللي متواجدين مع المنتخب. اللي عاوزة أقوله إنها بطولات إعداد للفريق، يعني فكرة إن أنا بحتك بفرق واحتكاكات دولية وفيها منتخبات وفيها فرق تقيلة وفيها فرق جاهزة وكلها جاية بالصف الأول، أنت الوحيد اللي رايح مش معاك ال7 لعيبة الدوليين، ولكن أنا بجهز فرقتي أحسن تجهيز علشان النهاردة يبقى عندي صف أول وصف تاني وصف تالت كمان إن احتاج الأمر موجودين روتيشن طول الموسم. الناس دي طول الموسم، ما هو أنا النهاردة السبعة في المنتخب دول أكيد هم أقوى ناس وأجمد ناس ونجوم الفريق وكل حاجة، ولكن أنا الصف التاني اللي عندي ده هحتاجه طول الموسم، هيلعب زيه زي الصف الاول او يعني هيبقى بيقسموا الوقت طول الموسم لاني عندي موسم مضغوط، فلازم يبقى عندي اكبر عدد من اللعيبه وعندي جاهزيه لكل اللعيبه، كل اللعيبه جاهزه فنيا وبدنيا، جاهزين من خلال تمارين وبدني عالي وماتشات كمان. فالنهارده طول ما انا بلعب ماتشات دايما بقول كده، هو التمرين شيء عظيم جدا، الماتشات الوديه شيء جميل قوي، الماتشات البطولات الودية اللي بتكون مع فرق أقوى شوية شيء مبهر، الماتشات الرسمية هي الأقوى على الإطلاق. فأنا النهاردة بتدرج، كل ما هتدرج زي ما أنا قلتها لحضراتكم كده كل ما هقدر إن أنا أحتك أكتر، كل ما أنا مستوايا فنيا وبدنيا هيعلى أكتر، فده شيء كويس جدا جدا إن أنت هتشارك في بطولتين وديتين فيهم كم الفرق اللي قلتها لحضراتكم، منهم منتخب السعودية، منهم منتخبات كمان، فده شيء عظيم. حتى لو مش معاك فريقك كامل، بس حتى الناس اللي موجودين دول هيتم تجهيزهم بشكل كبير جدا جدا، وفي نفس الوقت اللي هم كمان اللي في المنتخب دول اوريدي بيتجهزوا وبيلعبوا بطولات على اعلى مستوى وبيلعبوا ماتشات على اعلى مستوى. فانا النهارده ما يبقاش اللعيبه في المنتخب بتلعب ماتشات تقيله قوي واللعيبه عندي في النادي يا دوبك تلعب ماتشات وديه مع فرق محليه او بيتدربوا بس وخلاص، لا يبقى كله مشدود زي ما بيقولوا كده بلغه الرياضه، كل الناس محمله يعني معليين الريتم قوي بدنيا وفنيا، وكله لما يتقابل يبقوا تقريبا ان شاء الله يتقابلوا في نقطه واحده ويبقى كل الفريق على اعلى مستوى سواء على المستوى الفني او البدني.